الجمهور ممكن يتخيل أن وجود فنان موهوب في عائلة فنية ده بيسهل عليه خطواته، لكن الحقيقة أن الفنان ده بيكون شايل عبء كبير جداً عن أي شاب تاني عنده طموح الوصول للنجومية. النهاردة معانا نجم شاب من اللي بيتحمل المسؤولية بجد، ده غير أنه متميز جداً في كل عمل بيقدمه. هيكون معانا الفنان أحمد جمال سعيد حفيد الملك فريد شاوي. أهلاً بيك. ازيك؟ أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. أحمد، مع كل خطوة بتقدمها بتسيب بصمة مهمة جداً وبتحترم عقلية المشاهد. الحمد لله. مسلسل أحسن أب عايزين نقول مبروك لأنه تعرض عندنا على قناة الحياة وكان نسب مشاهدة عالية جداً. دورك كان كوميدي، أنا عارفك على المستوى الشخصي إن أنت دمك خفيف جداً لكن لما شفتك على الشاشة ما حسيتش إنه إيه أحمد يعني طالع من تجربة مختلفة أو بيتصنع الكوميديا، لا هو أنت فعلاً كده. عايزين نقول لك مبروك يا رب. الله يبارك فيك يا رب. قولي بقى دورك عن أحسن أب وجالك إزاي ومعتز التوني وعلي ربيع. بالظبط كده. أنا أحسن أب جالي يعني في الأول خلص ترشحت عن طريق محمد معتز مساعد الأول مع أستاذ معتز توني، وبعد كده رحت قعدت مع أستاذ معتز توني. أنا بالنسبة لي أنا بحب طريقته، هو مخرج كوميديا عظيم. تعاملته قبل كده معه؟ لا أنا تعاملت كانت أول مرة أشوفه. بس أنت كنت كمشاهد بتحب كمشاهد أنا عارف بقى حاجته وكحد في الوسط، فانا عارف حاجته وعارف ان هو يعني هو مخرج حاجات كوميدي كتير وحاجات ناجحه. صحيح. فكان بالنسبه لي انا بصراحه كنت داخل اخد خبره اكتر في الكوميديا، لان انا عملت حاجه قبل كده برضو مع علي، عملت مع علي ربيع سك على اخواتك، بس ما يعني كان الموضوع كوميديا مواقف اكتر من انها كوميديا افيهات وحاجات كده، فما كانش عندي الاكسبيرينس في الحته دي. فحبيت ان انا يعني أستاذ معتز التوني برضو اداني من الحتة دي كتير. اختيار واحد أعتقد من الحاجات اللي كانت سايبالنا، عارف لما تكون إيه أنت عارف اللي حصل بس أنت كنت توثقه بشكل مختلف، حضرت المشهد إزاي وتعاملك طبعا مع دكتور بيتر؟ أنا ما كانتش أول مرة أشتغل مع دكتور بيتر أصلا يعني اشتغلنا مع بعض من أول الأب الروحي ودي كان يعني بداية إن أنا مع دكتور بيتر، هو بدا يطلع مني حاجات انا حابب الفكره دي، لان دور مروان جلال في الاب الروحي كان دور سايكو جدا يعني هو شخصيه مجنونه خالص، فكانت بالنسبه لي كان الدور ده، وكان هاني سرحان برضه على فكره كان مؤلف ده في الاب الروحي كان التعامل اعتقد الاولاني مع دكتور بيتر. بس كان هو بيعرف ازاي يطلع من الواحد الحته دي. ماستر سين وقت ما كان في التراب والحاجات الصعبه جدا، المشهد ده جدا بتكلم على فكره ان انت بتحضر له ازاي نفسيا ايموشنالي. انا اشتغلت مع اكتنج كوتش ياسين العصامي، اشتغلنا على السين يعني وحضرته. انا برضو قعدت اتكلمت مع ناس من اصحاب الشهيد وائل كمال، وكنت لازم افهمه هو الاول وافهم علاقته بالقائد منسي عامله ازاي، كان لازم افهم القصه ما بينهم عامله ازاي. فاكتشفت ان هو مش اخوه الصغير، هو ابنه الى حد كبير جدا، فكان متعلق بيه قوي. فكانت الفكره بالنسبه لي فكره ان ابن رايح لابوه على التراب، فهي دي كانت اللحظه الحاسمه. ففكره كمان ان هو عايز يروح له كمان، يعني هو دايما عارف ان هو عايز يروح له وعايز يبقى زيه في الدنيا وفي الآخرة، فدي كانت الرسالة ان انا عايز ابقى زيك دنيا واخره.